رؤساء المصالح الخارجية لحضور الكريم. أنا جد سعيد باستضافتي في مجلسكم الموقع واهتمام ديالكم بجودة الخدمات الاتصال المغربي التقنية والتجارية. كما هو معلوم فإن اتصال المغرب مرت بمراحل مهمة في تاريخه مواكبة بذلك التطور الذي يشهد العالم في الميدان الاتصالاتي مما أهلها أن تحتل مكانة تنافسية مهمة تشرف هذا البلد العزيز. وهكذا عملت على تحديث بنيتها الأساسية في مختلف ميادين الاتصال ظهورا للهاتف الثالث النقال والإنترنت. الإنترنت ذات الصبيب العالي وذلك بإدخال تكنولوجيا معاصرة ومتطورة جدا كان من نتائجها وفرة في المنتوج الاتصالاتي التي أضحى يستجيب كل شرائح المجتمع المغربي حسب مستويات احتياجاته كما جعلت في مقدمة انشغالاتها الاهتمام بالزبون والإسعاء إلى متطلباته وتوفير ظروف استقبال والعمل على احترام التزاماتها تجاهه مما أدى هذا كله إلى فك العزلة على العالم القروي وإدخاله في النسيج الاقتصادي والاجتماعي. أما على صعيد البيوش نجد نفس المجهودات تقوم بها اتصال المغرب لتحسين جودة الخدمات وإرضاء زبائنها فهي تعمل على توسيع شبكة الاتصالات حتى تشمل جميع المناطق حيث تم تغطية الإقليم بنسبة جد كبيرة. المجال التقني غادي نقول لكم يعني الإنجازات اللي كانت حديثا يعني في عام في الهاتف الثالث والإنترنت وفي سعيها لمواكبة التطورات التقنية للهاتف الثالث والإنترنت عمل اتصال المغرب في هذه السنة على تزويد مجموعة من المناطق بتقنية جد متطورة إمصار وهذا في إطار تحديث التقنيات المستعملة لكي يستفيد الزبون من خدمة الإنترنت ذات الصبيب العالي حيث تم تزويد 7 مراكز بهذه الخدمة دريوش، ميدار، أزلاف، قاسطة، بن طيب، دار كداني وتفرسيت. في مجال بالنسبة للهاتف النقال التغطية تفوق 99% وتجد الإشارة أنه رغم الحواجز الطبيعية والجغرافية للإقليم التي تحول دون استفادة الإقليم من التغطية الشاملة فإن مصالحنا تبذل مجهودات جبارة كي تصل التغطية إلى 100%. ويشتمل الإقليم على في مجموعة 90 محطة. وهناك 3 محطات في طريق الإنجاز بكل من تغرات الزاوية بعين الزهرة وكلاتيكا. إضافة إلى هذا فإن أهم مراكز اتصالات بالإقليم تم إقليم كيوش تم ربطها بحلقة مغلقة من الحبال الألياف البصرية وذلك للتفادي للانقطاعات في حالة وجود خلل في اتجاه معين. في المجال التجاري يتوفر الإقليم على وكالتين تجاريتين دريوش وبن طيب كما تم فتح وكالات تجارية للخواص معتمدة بكل من بن طيب، دار كداني وتمسامن وكالة تجارية وقريبا سيتم فتح وكالة أخرى بعين زهرة ناهيك عن نقط استخلاص الفواتير بوكالات سهيلات وعددها 6 بالإقليم. وجدير بالذكر ولتخفيف الضغط عن وكالة دريوش تم تعيين مدير لوكالة بن طيب ومستخدم يعني كان مدير مستخدم في شهر سبتمبر
كي تكون وكالة بن طيب وكالة مستقلة عن وكالة الدرويش، وسعيا منها لتسهيل الولوج إلى خدمات اتصالات المغرب، تعمل إدارتنا على توسيع شبكة الوكالات التجارية المعتمدة بكل من مضى وقصدة. وشكرا.